الحمد لله ان احنا عندنا اداره محترمه الحمد لله نعم. وعلى المستوى التخطيط، وشفنا الكلام ده كريم في الحاله او في الفتره الصعبه الانتقاليه ما بين رحيل فايلر وقدوم موسيماني، كان عندنا اداره واعيه جدا طبعا بقياده الكابتن محمود الخطيب، وقدرنا نلم الدنيا في وقت قليل جدا وجبنا مدرب هنتكلم عن موسيماني وعلى الشكل الفني بيقدمه. فدي كمان نقطه مهمه جدا، استقرار الاداره وكمان القدره على التخطيط للمستقبل ده مهم جدا جدا. يعني اكيد طبعا النادي الاهلي تعرض لواحده من اصعب الازمات اللي ممكن اي اداره تتعرض لها، ان انت قبل ما تلعب سيمي فاينل في بطوله كبيره زي بطوله دوري ابطال افريقيا اللي هي اصلا اوريدي كانت التارجت الاساسي، يعني كان بصراحه الدوري السنه فاتت كان هاني كان محسوم بعد اعتقد الاسبوع العاشر، الموضوع كان منتهي. والصراحه رينيه فايلر عمل مستوى جيد جدا في الدور الاول، لكن كان واضح ان هو تاثر بامرين، الاحداث بتاعه كورونا عشان عيلته وطبيعه المنافسه في افريقيا والاحداث اللي شافها في ام درمان في ماتش الهلال. كل الامور دي اعتقد هو مدير فني ما عندوش خبره كبيره، خبره حياتيه، ما بتكلمش خبره كرويه، خبره حياتيه عنده. طبعا راجل سويسري الحياه عنده مختلفة تماما عن الحياة في أفريقيا، وبالتالي وضعنا في أزمة زي ما حضرتك تفضلت وقلت. تعامل الإدارة مع الأزمة كان هادي في هدوء وسكون، وحتى اعتقد ما كانش فيه احنا مثلا كاعلاميين ما كناش نعرف مين اللي جاي، صح؟ كناش نعرف ده نجاح للاداره طبعا. ما نعرفش خالص ان النادي الاهلي فتح خط مع بيتسو موسيماني، وطبعا موسيماني فعلا كان واضح ان هو افضل يعني كانديديت او افضل مرشح للنادي في الوقت ده، خصوصا ان انت جايب واحد عارف بطوله دوري الابطال، لان كان ازمه كبيره بالنسبه لاي مدير فني جديد، حتى لو مورينيو مناسب في الوقت المناسب، حتى لو جوارديولا نفسه انت جايبه هيبقى عنده ازمه انه راح يلعب في بطوله جديده خالص في اجواء جديده خالص حاجات ما يعرفهاش، وبالتالي هو محتاج خبرات فيها. ولكن الحمد لله بيتسو موسيماني قدر ان هو يعني يمشي المركب بشكل انا شايف ماشي بشكل ممتاز جدا. اكيد اكيد بنختلف في بعض الحاجات، ده طبيعة الكورة، وارد جدا طبيعي، عمرنا في الكورة ما هنبقى كوبي وبيست من بعض، ولكن لازم طالما شخص قرر انه ينتقد وانت بتنتقد في نقد، يعني بتقول ايجابيات وتقول السلبيات، بتقولش سلبيات بس. يعني اللي بياخد زي مثلا اللي بيحب يبقى يعمل دور القاضي، اوكي هتعمل دور القاضي يبقى تقرا الورق كله، ما ينفعش تقرا الورق اللي عاجبك او اللي على هواك، لا تقرا الورق كله عشان يبقى حكمك عادل وحكمك منصف للشخص اللي انت بتقول رايك حتى لما الناس تقرا او الناس تستمع لهذا يبقى في مصداقيه شويه. الراجل بيقول ايه الايجابيات والسلبيات. طب